عنتر وعبلة. It's complicated. يا جماعة الشتاء ابتدى، وما بداية الشتاء والامتحانات بنعمل ايه؟ بنرجع للإكس ولا ما بنرجعش؟ في درس العربي اللي فات أحمد كان موجود. أحمد ده بقى شعره كيرلي، لونه بني، عينيه بتلمع كده وهو بيبص لسارة، والمستر بيشرح قصة عنتر وعبلة. رايحة حمادة دي كانت علاقة complicated حتى. الموضوع ابتدى لما عمرو بن شداد كان بيتخانق وكسب الخناقه. وزمان ما كانوش شافوا رباية، كانوا بيعاملوا الستات على انهم كوبايات، اللي هو خدها دي غنائم حرب عادي. الحمد لله على نعمه الفيمينيزم والله. وزبيبه اللي كانت من غنائم الخناقه بقت حامل، ففرحت وبقى عندها امل ان مشاكلها كلها تتحل اول ما تجيب الولد، وجابت الولد. بس مشاكلها ما اتحلتش، دي زادت. ليه؟ عشان الولد طالع اسود لامه، كانت محتاجه ردوة الشربيني في حياتها. وكبر عنتر في مجتمع توكسيك، لا عامل حساب لا الراجل ولا الست، طالما بشرتهم مش دقيق زيهم ما يعرفوش دول بندفع كام عشان نعمل تان. لحد ما حصلت خناقه، وفجاه عنتر اتحول لعبده كده وقفل الخناقه كلها. ابوه فرح بيه وقال والله عرفتي تربي يا زبيبه، وقال له من النهارده انت ابني. طب وقبل كده يا حاج كان ايه؟ وفضل يبص له بفخر كده كانه متخرج من كامبريدج. واول ما قال له انا عايزه اتجوز بنت عمي مالك، قال له ملك، وعشان تتجوز عبلة يا حبيبي روح وهات 1000 ناقة من نوق الملك نعمان. هو مين الملك نعمان ده يا شباب؟ وليه 1000 مش 900 مثلا؟ عنترة عشان شهم وجدع واجدع من تيمور وهو بينقذ شفيقة، اخد الباك باك وقال له انا رايح اجيب لك ال1000 ناقة يا عمي. هو تقريبا كده كان سارقهم، معرفتش تربي يا زبيبة. عمه بقى عشان راجل مش سالك وما شافش رباية، لم فرسان القبيلة وقال لهم انا عامل مسابقة، واول واحد هيجيب لي راس عنترة ليه عندي مكافأة، والمكافأة هي بنتي عبلة. ما شفتش رباية يا حاج. وفي الآخر لا عنتر اتقتل ولا حتى اتجوز عبلة، وفضل عايش على ذكرياته الكذابة وبيكتب في شعر اللي انت المفروض تقوم تذاكره في البلاغة دلوقتي. فيلا قوم. كان معكم ام من اوضتها عادي.